اليوم نحن نشهد عملية تحميل. عندك هني البلاتات اللي تحمل العبوات اللي فيها مكس من بين المساعدات الطبية والمواد الغذائية، وراح يتم إن شاء الله إسقاطها في شمال غزة. في كذا بقعة من شمال غزة، وإن شاء الله هاي العمليات تكون مستمرة. نعم طبعا هذه مش المشاركة الوحيدة، مش هذا الشيء الوحيد اللي تم فيه عملية فرس الشهم بالمشاركة مع المتطوعين وفني التحميل. طبعا كدورنا نحن في القوات الجوية باختيار طائرتين C-130 والC-17، المهام اللي أدوها ما تقتصر على الإسقاط الجوي، طبعا نحن ساهمنا في بناء جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، وساهمنا في تطوير البنية التحتية في بناء 6 محطات تحلية مياه اللي هي لإيصال المياه العذبة عبر معبر رفح لإيصالها لإخواننا الفلسطينيين. أخذنا عمليات إخلاء في البداية، عمليات إخلاء صافية، إخلاء المصابين والجرحى جراء النزاع، وإخلاء الأصحاب الأمراض المزمنة. فنحن ساهمنا في العديد، نقدر نقول نحن بشكل أساسي كنا الذراع الحديدي في تأدية هذه المهام، وبكل فخر وبكل عزة نحن قاعدين نسوي هالشيء، ونحن دائما نعاون إخواننا الفلسطينيين، ونحن دائما دائما جاهزين لتلبية النداء في أي وقت، مثل ما دولتنا دائما هي المستجيب الأول في المساعدات والاستغاثة.